نعم بالتأكيد، لا توجد هناك أي فقرة أو مسوغ قانوني يبيح سرقة وتدمير المنازل واعتقال الآخرين بتهمة أقربائهم، وهذه الأفعال محرمة في القانون الدولي الإنساني والقانون والقوانين الداخلية. فلا يوجد هناك من يتيح أو يبيح هذه الأفعال. فإذا كانت المادة 5 من القانون الدولي الإنساني، حيث القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تقول لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو العقوبات القاسية، هذا في حق المتهم. فكيف يتيح لنفسه القانون العراقي أو الشرع العراقي أو الحكومة الحالية في بغداد أن تتيح له هذه الأفعال بحق غير المتهمين؟ وهذا ما تؤكد على حرمته القوانين الدولية، وهذه تشكل سياسة عقاب جماعية أيضا يحضره القانون الدولي. فالبيوت التي هدمتها القوات الأمنية والميليشيات المرافقة لها كانت لمدنيين لم يتهموا بالمشاركة في العمليات العسكرية ولا بأي شيء من الأشكال العدائية التي أظهرت يعني حجم الدمار التي قامت بها هذه المدنيين أو المس بممتلكاتهم بهدف الانتقام. طبعا هذا الحكومة ردت بهدف الانتقام والعقاب على هؤلاء المدنيين، ولكي تتم تنفيذ سياسة هدم البيوت وإتلاف الحقول وكجزء من استراتيجية القوات الحكومية نعيدها ونكررها، هو لتنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي والتوسع الإيرانية في المنطقة والتي تنتهجها بواسطة الميليشيات والقوات الحكومية. وهذا تأكيدا لما قاله مسؤولون إيرانيون اليوم أن الجيش العراقي والسوري هما عمق الدولة الإيرانية في المنطقة.